بص، انا لا هزعق ولا هتخانق، ومن غير ما نمسك في بعض. في اب يعمل كده قدام شرفه الباص بتاعت ولاده؟ مش انا عملت كده؟ يبقى في ايه؟ ده منظر اب طبيعي؟ في اب يلبس كده؟ مش انا لبست كده؟ يبقى في ايه؟ وايه دي؟ دي ايه دي؟ سلمى شعري لو سمحت. ما بهزرش يا عمر، حرام عليك، ست كلت وشي بره. كلت وشك ده على اساس انا واقف بكلم رقبتك دلوقتي؟ في راجل طبيعي يصحى يوم الصبح مقرر فجأة انه يبقى مطرب شعبي ويتلم على شوية سيع زي دول ويفضل سهران معاهم طول الليل ويجي لي وش الفجر؟ عمر انت بتتلكك عشان نطلق؟ مش عارف. تعالى. على فكرة هي عندها حق. قولي يا عمر، انت عايز تطلقها بجد؟ عشان انا زيها، عندي احساس انك عايز تطلقها بس مستني تيجي منها. اسمع يا عمر، لو انت فاكر انك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياة الحرية تبقى غبي، لانك انت دلوقتي بتحبها حب عشرة، وطبعا ده غير الحب بتاع زمان لما كنتوا صغيرين ومتصاحبين، ده كان حب اهبل، حب عبيط، حب تنطيط من يمين وشمال، حب اهبك. اسمعني يا عمر، حط الكلام اللي هقوله لك ده حلقة في ودنك. مفيش راجل طلق مراته وما ندمش. انتي عارفة اني بعز عمر ودايما بدافع عنه، بس انتي كمان صاحبتي. وانا عملت حاجة يا روحي؟ بصي يا عمر، انا مش هتكلم كتير. مش هتتكلمي كتير؟ ده انتي بقالك 3 ساعات من ساعة ما جينا من الفرح وانتي نازلة تني 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 تني، ده ابويا والعيال طلعوا ناموا قربوا يصحوا وانتي لسه شغالة. ما انا مش فاهماك يعني، انت عايزني اشوفك كل شوية طلع لي في موضة واسكت؟ هو شوية ستات وشوية غنى، انت ما ينفعش تعيش بني ادم طبيعي ابدا؟ ياما، هو يا النسوان يا الغنى، انتي حقودة اساسا. واحدة غيرك كانت مسكت الدف ووقفت ورا جوزها. اتفضلي اطلعي تخمدي. مش طالع. اطلعي. مش هطلع. طب اتفضلي اطلعي بره. ما بهزرش يا عمر، اتفضلي اطلعي انت، انا اتخمت هنا. تحرقي بقى ولا تروحي بقى في داهية؟ بجح، قال يا الفن يا النسوان. قال هطلعي فوق ولا لا؟ مش طالع يا عمر. يا سلمى، يا الغنى يا النسوان، اختاري بقى. عدي يومك يا عمر. نسوان طبعا يعني. هو مين اونلاين دلوقتي؟ سكر سكر حلوة الدنيا سكر. ايه ده عمر، انت رجعت للعط تاني ولا ايه؟ يا بنت اللذينة، انت بقالك 3 سنين اونلاين. بس ايه الامر ده، وحشتني. وانت اوحش. بقولك ايه بقى، ما تيجي نظبط الاداء زي زمان بقى. ها، بطل قلة أدب لمراتك تشوفك. مراتي ايه يا بنت، انت عبيطة؟ دي بومة. انما انت بقى. عايز ايه؟ هنغمض احنا الاثنين مع بعض وتديني ارخص حاجة عندك، ارخص ما يمكن اهداره. غمض ومد ايديك، اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. اوبا، سنتها بدأت احس باللمسة. بقولك ايه، اول ما اقول اوبا تفتح عينيكي هكون بدأت بعنف. انت بتصرخي، احنا هنستعبط. انا لسه عملت حاجه، ده احنا لسه يعني. ايه ده؟ انت اهو. نسوان تاني يا عمر، نسوان تاني. شم بمناخيرها وبتشم بظهرها.
القفشه سيس دي. يا ملك يا ليلى الحقوني. اشرب 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 يا حبيبي اشرب. الحمد لله الف سلام عليك. هو ايه اللي حصل؟ سمعنا صوت تجرين عليكي لانكي واقعه هنا، صحينا بابا وهو اللي انقذك. كنت نايم. ايوه انت كنت بتخوني يا عمر. ايه ما تبطلي فطرة بقى يا شيخه. الله مو الملك كان بتنيل نايم. انا مش عارفه مالي، دي سابع مره في نفس الشهر يجيلي تهيؤات. امسك يا عمر وبعدين ما تنسى اعمل مصيبه في الفرح يعني. طب اشربيها بقى كله كله. على العموم انا اللي غلطان لان قاعد مع ناس عواجيز زيكم، انا خايف تعدوني يا عم. ده طبعا على اساس انك شاب مراهق مش كده؟ فاكر يا رشدي زمان قبل الزحمه كنت اضرب بعيني كده اشوف القلعه، اضرب بعيني. انا مش هتكلم كتير يا سياده القاضي، بتكلم بقالي سنين ومحدش بيسمعني، تعبت من كتر الكلام. أنا هسيبك لضميرك وعينيك وهم اللي يحكموا. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ أيوه يا ست القاضي. أيوه. وكل يوم من ده وربنا وحده اللي عالم. الراجل ده الكاس ما بيفرقش إيده. ليل نهار بالكاس. يا الكاس يا البانجو. بانجو؟ صرف كل فلوسه على ملذاته يا سيادة القاضي. وغير كده ما يصرفش علينا مليم واحد. مخلينا نشحن. مجوعنا يا سيادة القاضي مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب انا راضي زمادك يا سعادة القاضي، ده منظر خدود جعانة. ان جبت الحق؟ لا. مدام سلمى انت لسه مصممة على الخلع؟ ايوه يا سيادة القاضي. ايه ده؟ ومش هتنزل ابدا ابدا ابدا. افواري افواري فاضل واحد. ابدا. طيب انا يا سعادة القاضي حالا حسبت لك ان الست دي كدابة من ساسها لراسها، بس بعد اذن سيادتك بس هتسمع شهاده الاولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ ان جيت الحق يا سياده القاضي، ابويا طول عمره انسان محترم. ظهر الحق. يلا السلام عليكم، اي اوامر؟ بس محترم مع الاغراب، انما معنا احنا منتهى القسوة، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. التهاب واحتقان؟ ايه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسكت لو سمحت. انظروا الي، انظروا الي ذا المتهم، ارفع بقى القناع اللي انت لابسه ده وريه مشك الحقيقة عمر يا رشدي. حلو كده؟ وانت يا حبيبتي؟ كان نفسي اقول انه كويس، لان هو ابويا اللي جابني للدنيا، بس يا خساره مش هي دي الحقيقة. الحقيقة يا ست القاضي إنه فضل أهواءه الشخصية عن بيته ومراته وولاده. سعادة القاضي أنا جوايا جرح كبير أوي عمال بينزل، جرح مرر طعم الأيام في عينيا. ممرر إيه يامه؟ طعم الأيام في عينيا. هو ده اللي عادي يا حكومة؟ هو ده اللي عادي يا ناس؟ أنا بجد مظلومة مظلومة مظلومة. الله برافو يا ست. الله يا فنانه يا ابني. انت في محكمه ويا اختي. اختي مدام سلمى عندك حاجه عاوزه تضيفيها؟ هقول ايه يا سياده القاضي، بديك شفت وسمعت كل حاجه. خش خش. لا ما شفتش كل حاجه. شفت دي؟ دي من ايه؟ رحت افتح الثلاجه كنت عطشانه. عطشانه؟ عطشانه. رحت اشرب بق ميه يا ست جوع. معلمني بتكسلك في الترقوه. وانت يا استاذ عمر مش عاوز تقول حاجة؟ والله كان عندي كلام كتير عايز أقوله، بس بعد بانجو وعطشانة وكازلك أبوس إيدك خلعني. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع ورفعت الجلسة. أنت متضايقة ليه دلوقتي؟ أنت مش خدتي قرار وعملتيه وفكرتي كويس قوي قبل ما تعمليه. سيبك من اللي أنا عملته ده كله، بس أنا بجد متضايقة. متضايقة على عشرة، متضايقة عشان خاطر البنات. عمري ما كنت أتخيل إن يجي اليوم
وانا وعمر نقف قصاد بعض في المحاكم يعني. بس انتي مش اول واحده تعمل كده. اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فتره وتعدي. بس المهم انك تشغلي وقتك، مش عايزاكي تفكري فيه، مش عايزاكي تحسي انك محتاجه له. احتاج له؟ لا ما تقلقيش، ما اعتقدش اني احتاج له خالص. اذا كنت في عز ما كنت معاه، لما كنت بحتاج له ما كنتش بلاقيه. عمر مستهتر قوي هبه. اذا كان يا بنتي في المحكمه القاضي بيسالوا على بطاقته طلع له كارنيه نادي الجزيره. ضايع. المهم بقى انا عايزاكي دلوقتي تفكي كده وتروقي. قولي لي ايه رايك في لانشاري؟ حلو حلو. انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ايه؟ ان انت والبنات هتقعدوا معايا. معلش يا هبه، احنا هنتقل عليكي شويه، بس ده وضع مؤقت يعني، يومين كده لغايه لما اجيب بيت. ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت عبيطه يا بنتي، ده بيتك. انت افورت قوي يا عمر لحد ما خليتها خلعتك. لا ما تقولش خلعتك دي تاني، ما تخلعش ابدا. انا بس اتطلقت. قصدي طلقتك. لا دي كمان وحشه، ما تقولهاش. لا غير. احنا عادي يعني. فركشنا. فركشتك. انا تخلعني بنت المشفه. يرضيك يرضيك يا جميل، صاحبك اترمي على اليمين. عايزك تفكر لي في اي فكره انتقم منها. بص عايز اجيب وشها كده، عايز اجيب رجليها ورا قفاها، عايز اجي لي ركعه على ودانها، فاهم؟ فكر. لا لا ايه، ما يغص الوزة ولا يخليها تغلي كده وبابلز كتير كده. الا مزة زيها الا بتاكل امز منها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟